في هذا الفيديو عزيزتي سنتعرف على أهم النصائح التي يمكنك اتباعها في الشهر الثالث من الحمل حتى تحافظي على حملك بشكل سليم، وهذه النصائح هي كالتالي: من بين النصائح المهمة أثناء الحمل وهي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والذي يشمل الأطعمة المتنوعة بما في ذلك الخضر والفواكه والبيض والمكسرات والبقوليات. كذلك يجب أن يتضمن نظامك الغذائي على اللحوم والحليب وأصناف الحبوب الكاملة والزبادي. كذلك تناول المكملات الغذائية أمر مهم جدا، وخاصة حمض الفوليك والتي تعمل على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل، كما ينصح بتناول أي مكملات فيتامينات أخرى يصفها الطبيب لك ويحتاجها جسمك. بالإضافة إلى ذلك ينصح المرأة الحامل بأخذ قسط كاف من الراحة للتخفيف من شدة التعب الذي تشعر به في هذه المرحلة من الحمل، كما ينصح بتجنب النوم على الظهر، ومن الأفضل النوم على جهة اليسار، وتجنب التعامل مع الحيوانات حتى لا تتعرضي للإصابة بأي فيروس نظرا لضعف مناعتك في هذه الفترة. إضافة إلى ذلك ينصح المرأة الحاملة بالحفاظ على نظافتها الشخصية خاصة في منطقة المهبل لتفادي الإصابة بأي بكتيريا أو فيروس يسبب الإجهاض. إلى اللقاء.